التحكيم 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 التحكيم. هنفضل نتكلم في هذا الأمر لأنه أمر مهم جدا جدا جدا، أحد أهم أركان كرة القدم في العالم كله، التحكيم. التسريبات اللي بتحصل اليومين دول واللي حصلت، طبعا كل واحد بيبقى ليه غرض من التسريب. لما يطلع كده تسريبات تقولك إن تم إيقاف محمد معروف، ومن قبلها تسريبات تم إيقاف جهاد جريشة. طب احنا كنادي أهلي، أنا مش دعوة بأي حد تاني، ولكن أنا بتكلم عن النادي الأهلي. كنادي أهلي أنا كل اللي بطلبه دائما هو حق النادي الأهلي في التحكيم العادل وليس أي شيء آخر. عمرنا ما طلبنا داخل قناة النادي الأهلي أو داخل أو سمعته من أي مسؤول من مسؤولين النادي الأهلي ناس بتتكلم عن إن احنا عايزين حاجة أكتر من حقنا لا قدر الله ولا شيء من هذا القبيل. لا، كل اللي احنا عايزينه إن احنا مباريات النادي الأهلي يحدث فيها تحكيم عادل، بمعنى إن أحد الحكام الكابتن جهاد جريشة كان سببا رئيسيا في خروج النادي أو السبب الرئيسي في خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر الأخيرة في دور ال 16 أمام بيراميدز، والكل أجمع على هذا الموضوع. من قبلها النادي الأهلي يظل دائما أكبر مساند للتحكيم المصري كالعادة، ودائما المنتج المصري، نعتبر التحكيم المصري ده منتج، المنتج المصري النادي الأهلي دائما ما بيقف مع التحكيم المصري خلال الفترات الأخيرة. ولكن خلاص بقى وصلنا لقمة لقمة الشيء الغير عادل، إن دايما بتحصل حاجات غير عادلة مع النادي الأهلي ومن حكم معين. الحكم ده ما بيعملش حاجة في حياته غير إن هو واحد من أفضل الحكام اللي موجودين. كل الكلام اللي عايزين نقوله نقوله، ما عندناش أي مشكلة في هذا الموضوع، ولكن دايما ضد النادي الأهلي، دائما كل قراراته غير موفقة في مباريات النادي الأهلي فقط. أي مباريات أخرى بتلاقوه دائما ما بي... طبعا بيبقى موفق أو غير موفق في بعض المباريات الأخرى، ولكن النادي الأهلي تحديدا بيحصل معاه حاجات غريبة جدا جدا، وحاجات مؤثرة بشكل كبير جدا على نتيجة المباراة وعلى بطولة كبيرة مهما كانت هذه البطولة، أو بطولة صغيرة أو بطولة بيعتبرها جمهور النادي الأهلي في المرحلة الثانية أو الثالثة. أنا زي ما قلت لكم قبل كده إن جمهور النادي الأهلي لو دخل بطولة ودية هيبقى عايز يكسب هذه البطولة. فاللي بقوله لحضراتكم إن احنا يعني فدا أو يعني زهقنا بجد، زهقنا من التحكيم. أنا شخصيا بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم بلساني ما بتكلمش بلسان أي حد تاني. زهقنا من كتر ما هناك أخطاء. دايما بنقول إن كرة القدم أو الأخطاء التحكيم جزء من اللعبة والكلام ده كله، من لعبة كرة القدم والكلام ده كله، ولكن في نفس الوقت هي أخطاء التحكيم على النادي الأهلي فقط هي جزء من كرة القدم وبقية الأندية؟ لا، حاجة غريبة جدا وحاجة تدعو للدهشة. أخطاء الناس دايما بتبقى لصالحها، فرق أخرى وإحنا ضدنا. يعني حتى الأخطاء للحكام مع فرق أخرى بتبقى لصالح الفرق دي، وإحنا من نادي الأهلي دائما الأخطاء ضدنا. لما باجي أتكلم دائما أو بنتكلم هنا بسياسة معينة هي سياسة الاحترام والأدب بدون أي تجريح. أنا ممكن أنتقد جدا أداء حد فنيا جوه الملعب، ولكن في نفس الوقت ممكن انتقده يعني فنان جوه الملعب، ولكن في نفس الوقت هو شخصيه محترمه جدا. اي حد بنتكلم عنه ما نتكلمش عليه كشخص، ولكن بنتكلم عليه كحكم او كلاعب او كفرد في منظومه كره القدم. تخيلوا حضراتكم، وانا سبت الموضوع ده فتره لان الناس كلها علقت عليه، تخيلوا حضراتكم ان انا اغلط، ان انا اغلط واخرج النادي الاهلي من بطوله كاس مصر، وابقى السبب الرئيسي في خروج النادي الاهلي من بطوله كاس مصر، واطلع اقول ايه؟ معلش يا جماعه انا بعتذر لجمهور الاهلي، اصل مش انا اللي كنت السبب. يعني انا كنت لاعب مثلا، جيت اعمل كره كده، الكره جت في دماغي ودخل الجول. ده بيبقى عن غير قصد او غير متعمد. لكن اللي احنا بنشوفه الايام دي، او مش الايام دي بس، الحقيقه مش الايام دي بس، احنا دايما بنشوفه بقالنا فتره. هو طبعا انا ما اقدرش اقول ان هو بقصد طبعا، ولكن هناك علامات استفهام كبيره جدا واشياء بتثير الدهشه والتساؤل.
اشمعنى النادي الاهلي واشمعنى ضد النادي الاهلي ومن نفس الحكم ومن نفس الشخص. ده فيديو احنا ورينا لحضراتكم من كام سنه لغايه دلوقتي. فحاجات غريبه جدا بتحصل واشياء من الممكن جدا 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 ان هي تغير من نتيجه المباراه تماما. مؤخرا يعني حصل في مباراه بيراميدز في كاس مصر. فيطلع الكابتن جهاد جريشه يقول لك ايه؟ يا جماعه انا بعتذر لجمهور النادي الاهلي. لا يا اخي كابتن جهاد محدش هيقبل اعتذارك. محدش هيقبل اعتذارك. لان اعتذار حضرتك انا استفيد منه ايه؟ او انا استفدت منه ايه؟ كجمهور. انا كجمهور. وبعدين هو دلوقتي لما حاجه بتحصل في الفريق هي الناس بتقول المدرب المساعد ولا بتقول المدرب المدير الفني؟ المدير الفني هو اللي مسؤول مسؤوليه كامله سواء في المكسب او الخساره. فالحكم الحكم الرئيسي او حكم الساحه هو اللي مسؤول مسؤوليه كامله عن الاربع او الخمس ولا الست حكام ولا السبع حكام اللي معاه. فمحدش ينفع يقول اصله الحكم الخامس، على الرغم من انا بأدين الحكم الخامس في هذا الامر لانه قدام عينك انا شايف يعني حضراتكم الكوبايه دي هنا اهو. انا حكم خامس او انا المذيع قاعد هنا فانا شايف الكوبايه، ممكن حد من الضيوف يبقى قاعد هناك شايف الكوبايه من الناحيه دي لكن مش شايفها قوي، لكن انا شايف الكوبايه قدامي اهو. الكوبايه كانت قدامي وشايفها هي قدامي وحصلت قدامي، انا اللي شلت الكوبايه دي وحطيتها جنبي. فالحكم الخامس شايف الكره قدامه. بتاعت حسين الشحات دي يا جماعه لا دي حاجه ضرب من الخيال، يعني ضرب من الخيال ان انا ما اشوفش. فالكابتن جهاد تخيلوا حضراتكم ان الكابتن جهاد جريشه، انا سبت بس الموضوع الاسبوع اللي فات ده الناس تقعد تتكلم فيه، الزملاء يعني يقعدوا يتكلموا فيه، ولكن حاجه غريبه جدا ان انا ابرر ان انا كنت مخطئ فانا بعتذر. هي سياسه مش فاهمها الحقيقه، انا كشخص مش فاهم او انا كاهلاوي مش فاهم. انا لما يجي حكم يقول لي معلش انا اخطات انا اسف، ما تزعلوش مني. لا هنزعل منك يا كابتن جهاد، هو ده شغل حضرتك اللي انت او كل جمهور النادي الاهلي كان بيقول عليك، كان بيقول عليك، كان فعل ماضي بيقول عليك ان انت افضل حكم في مصر. ولكن الاخطاء دائما ضد النادي الاهلي، وبالتالي هناك بعض الامور تثير التساؤل والدهشه. التساؤل والدهشه. تاني يوم او بعديها بكام يوم كابتن محمد معروف في مباراه الزمالك والمقصه اخطاء اخطاء اخطاء. قلنا بسبب التوتر وبسبب كذا وبسبب كذا وبسبب كذا. وبعدين طب انا كاهلاوي ذنبي ايه؟ انا كاهلاوي انا ذنبي ايه ان حضرتك تجيب لي حكم قلت ان هو افضل حكم وقلت الكلام ده كله، ولكن هو من المعروف جدا ان الكابتن جهاز